كده عن العناصر منظومه الاسكادا اللي عندي وطريقه ربطها بالورك ستيشن، واتكلمنا قلنا ان الار تي يو هي حلقه الربط ما بين الفيلد ديفايسز اللي موجوده باختلاف انواعها والماستر ستيشن. هنتكلم النهارده ان شاء الله في الفيديو ده عن لوحه الار تي يو والكومبوننت بتاعتها وعن كل عنصر فيها وظيفته ايه، وتاني حاجه هنتكلم عن الاشارات اللي بتيجي من البروتكشن ريلي ومن الديفايس الفيلد ديفايسز بالتفصيل اللي في الموقع اللي بتروح للار تي يو ودورها الار تي يو بتنقلها للماستر ستيشن. لازم نكون عارفين ان شكل وحجم ومكونات لوحه الار تي يو مش ثابت، بتختلف باختلاف حجم المنظومه اللي بتراقبها وعدد الاشارات وحجم المشروع طبعا واهميته ومتطلبات المالك، وكمان بتختلف باختلاف المصنع. يعني الشكل الار تي يو اللي موجود معانا في الصوره ده مش شرط تشوفه في اماكن ثانيه، بيختلف طبعا. وزي ما قلنا هنشوف دلوقتي لوحه الار تي يو من جوه، وهنتكلم عن عنصر عنصر من العناصر بتاعتها اللي موجوده ووظيفه كل حاجه فيها. هنشوف مع بعض دلوقتي الكومبوننت الداخليه بتاعت الار تي يو. الكومبوننت دي هنبدا الاول بالكابلات اللي داخله واللي خارجه، سواء اللي جايبه لي الاشارات او اللي بتنقل الاشارات من الار تي يو للفيلد ديفايسز. دي كلها روزيتات زي ما انتم شايفين، بجمع عليها كابلات الدخول والخروج. وبعد كده بسبب كميه الوايرات الكتيره دي بجمعها على تليفاست. جهاز التليفاست ده هعتبره زي روزيتا، هو وظيفته ان هو يقلل لي كميه الوايرات دي وينقلها لي على كابل بيبقى مجهز الصنع قبل كده، بحيث يقلل لي الحجم بتاعهم ويجمعهم كلهم في كابل واحد. وبعد كده بطلع بالجهاز ده بالكابل ده بروح على الجهاز البي ال سي، بربط طبعا على جهاز البي ال سي اشارات الهارد واير او كابلات الهارد واير اللي هي الديجيتال انبوت اوتبوت سيجنالز على الديجيتال انبوت اوتبوت موديولز. الجهاز البي ال سي زي ما انتم عارفين بيتكون من سي بي يو وديجيتال انبوت اوتبوت موديولز، وعندي هنا كمان الجيت واي. الجيت واي بربط عليه الكابلات الكوميونيكيشن عشان انقل النقط من الفيلد ديفايسز لي كمان لنظام الار تي يو بالجيت واي. الجيت واي هو مترجم او ترانسليتور بيربط بين اثنين بروتوكولز مختلفين. يعني لو في سيستم شغال ببروتوكول اكس وسيستم شغال ببروتوكول واي، الجيت واي وظيفته يبقى ترانسليتور او مترجم بيربط ما بين الاثنين. بعد كده بربط نظام البي ال سي او كابلات البي ال سي او الجيت واي بجمعهم على سويتش عن طريق كابلات فايبر اللي هي دي، بجمعها السويتش، والسويتش ده بخرج منه بكابل فايبر بروح بيه على السب ستيشن الثانيه او بروح بيه على الماستر ستيشن. عندي كمان في الار تي يو في عندي من ضمن الاكسسوارات اللي متاحه عندي فيوز الغرض منها البروتكشن برضو عشان لو زاد اي قيمه في التيار، والسيركت بريكرز اللي موجوده اللي هي النيتشر سيركت بريكرز اللي مسؤول عن تغذيه الاجهزه اللي جواه، وده عندي باور سبلاي بيديني ال 24 فولت اللي هتشغل الاجهزه زي الجيت واي والبي ال سي اللي موجوده. بالاضافه ان هنا عندي مثلا ثيرموستات، وعندي ثيرموستات طبعا عشان تقيس درجه الحراره والرطوبه، وعندي سوكت عشان لو هستخدم اي جهاز او حاجه ب 220 تبقى متاحه جوه اللوحه. ده كده بشكل عام وسريع الكومبوننت الداخليه جوه الار تي يو اللي عندنا. هي مش ثابته ومش ستاندرد، بتختلف باختلاف المشروع والسيستم اللي هي بتراقبه والسيجنالز اللي هي بتشوفها وتبعتها. شفنا مع بعض كده الار تي يو بشكل سريع. تاني حاجه هنتكلم عليها النهارده هي الاشارات اللي براقبها بنظام الاسكادا الموجوده عندي في المشروع. عندي محولات وموزعات ولو فولتج وميديوم فولتج، وعندي لوحات فاير وانظمه كتير. هنشوف مع بعض دلوقتي تشيك ليست كده او ورقه فيها انواع السيجنالز اللي باخدها من كل عنصر من عناصر المنظومه الكهربائيه. السيجنالز دي بيقدمها لي السبلاير في بدايه المشروع واوديها للاستشاري عشان يعتمدها لي بناء طبعا على طلبات المالك، ولو المالك ليه اي نقط عايز تزيد او اي حاجه عايز يزودها بنزودها وبتتحط في التشيك ليست دي بحيث اراقب كل حاجه عن طريق منظومه الاسكادا. هشوف مع بعض دي عينه كده، دي كده عندي خليه من خلايا الاوت جوينج الخاصه بالموزع. دي مثلا نوع من انواع او ده سامبل من الاشارات اللي واخدها
الريموت واللوكال مود اللي هو اقدر اتحكم في السويتش جير وفي السيركت بريكر ستيتس سواء اوبن او كلوزد او حصل فيه تريب او ان الدي سي لو حصل فيه لوس دي سي اللي هو بيغذي السويتش جير وبعض الاشارات التانية. وبرضو عندي مثلا على سبيل المثال الباتري تشارجر باخد منه الهيلث بتاعته هل هو كويس بيشحن ولا لا او التشارجنج ولو في الارم ولا لا. وبرضو من ضمن الاشارات اللي عندنا في المشروع براقب المولد براقب حالته براقبه هل هو شغال مش شغال هل هو الفول بتاعه مظبوط هل في الارم جاي من البمبات وهكذا. دي كلها اشارات بيتوافق عليها من بدايه المشروع بعد الاتفاق طبعا مع المالك والاستشاري بيكون طبعا كوسيط في الموضوع والسبلاير هو اللي بيقدم لي الحاجات دي ولو دي بتوافق طلبات العميل بن اوكي بن ابروفد السيجنالز دي وبنبدا على اساسها بنعمل البروجرامنج والسوفت وير بتاع منظومه السكادا اللي عندي. ده كده كان بشكل سريع الار تي يو بالكومبوننت بتاعتها بالسيجنالز اللي بقدر اراقبها عن طريق منظومه السكادا. انتظروني ان شاء الله فيديو جاي جديد باذن الله هنتكلم عن الورك ستيشن وايه اللي بيتم فيها وايه الجرافيكس اللي بتظهر في الورك ستيشن ان شاء الله.